السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم تيبان طريقة سهلة وبسيطة وتجي مرق. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاج ليهم، 300 غرام ديال الدقيق الأبيض، ملعقة كبيرة ديال الزيت، ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، السكر الخشن، الملحة كتبقى حسب الذوق. عندي هنايا نصف ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، 125 غرام ديال الزبدة خاصة بالطريق. نحتاجو الماء دافي باش غنجمعو العجين ديالنا. دابا غنبداو على بركة الله، تناخدو إناء فاش غنعجنو، تنوضعو الدقيق ديالنا، نضعو السكر، نضيفو الزيت، الملحة، الخميرة ديال الخبز. العجين ديالنا تجمعات تلكسها مزيان، خاصكم ضروري دير كل العجينه ديالكم مزيان. تناخذوا اناء تندهنوه بشويه الزيت، تنوضعوا فيه العجينه ديالنا ونخليوه كيسخن مرحله شويه. العجين ديالنا خمرات، ترشوا شويه الدقيق على سطح العمل، تنوضعوا العجينه ديالنا، نحطوا العجينه ديالنا، تنفرغوش العجينه من الهواء اللي كيكون فيها، تنخليو الهواء اللي فيها، تنسرحوه. تناخذ ديك الزبده اللي كانت عندي 125 غرام ديال الزبده، تنسرحوها في بلاستيكه، ندخلها المجمد كتبرد مزيان. دابا نوضعها نجيب العجينة على هاد الشكل هذا، نجيب الطرف آخر بحال هاد الشكل، تنغطيو الزبدة تماما، تندوروها تسرحوها على شكل طولي بحال هاد الشكل، تنسرحوها، هاد الشكل، تناخدو العجينة ديالنا وتنطويوها، تنحاولو نقادو الجناب مع بعضهم مزيان. نجيبو هاد الطرف آخر تنوضعو على هاد الشكل، تنوضعو تنعاودو ندويو مرة أخرى، نبقى تبنتلك بحال الشكل هذا، وندخلها المجمد لمدة 20 دقيقة، نطلقوه من بعد. بعد ما تنخلي العجينة ديالنا كترتاح 20 دقيقة في المجمد، تنخرجوها و تنسرحوها بهذا الشكل،
هاد الشكل تنطويها مرة الاخرى على هاد الشكل هذا، ونحاولوا نقادوها ونقادو الجناب مع بعضهم مزيان على هاد الشكل. تندوروا تنسرحوا على هاد الشكل هذا، مقدرتوش تسرحوها خليوها ترتاح شوية، بعد ذلك سرحوها. أنا نسرحها دابا منخليهاش ترتاح، ديالنا من بعد ما سرحناها كما لاحظتوا معايا السمك ديالها. نحاول نزول هاد الجوانب بهذا الشكل، نقادها باش تجيني مقادة بجينة وما تضيعش ليا. نحاولو الجوانب بجوج لو العجين بهذا الشكل هذا، طبعا بهذا الشكل. ناخذ الشوكولاتة، أول حاجة تنقسمو العجين على المستطيل، نقسمو على النصف على هاد الشكل هذا، تنوضعو طريف ديال الشوكولاتة على هاد الشكل، تنطويه على هاد الشكل هذا. دائما هاد الجزء يجي الوسط باش من طيب لينا ما يخرجش لينا، بقى دائما لتحت على هاد الشكل. نطوي بحال هاد الشكل، نضغطو عليها واحد شويه تنضوع، نبقاو نديرو نفس العمليه حتى كنسالي هاد الكميه ديال العجين لي عندنا. تنطويو كنتاهي، تنوضع الكرواس ديالنا في اللاطه اللي غتدخل الفرن، تناخذوا اصفر بيض تنضيفوا عليه شويه الحليب والخل، قطرات ديال الخل باش ما يبقاش اصفر البيض يعطينا الزفوريه. تندهنوا الكرواس ديالنا بحال هذا الشكل هذا، تنخليوه كيخمر. هاو الكرواس ديالنا خمر، دابا ندخلو الفران يطيب. الفران خصو يكون سخون، نشعلو ليه من تحت كيتحمر، تنعاودو نشعلو ليه من الفوق كيتحمر لنا شويه، تنخرجو نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا الكرواس ديالنا. هاو الكرواس ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن، قسمت لكم حبه باش تشوفو كيفاش تيجي. هانتوما كيما كتلاحظو معايا كيفاش تيجي مرق. نتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، الا عجبكم الفيديو عملو لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم والأصدقاء، وإلى اللقاء مع وصف جديد.